أجيال بعد القضيب دقات قلوب الأبطال صارت غني شهدائنا. يعني هالقداس اذا بقى نعيده 100 مره على مدى حياتنا بيضل كل مره مش كانه اول مره. شهدائنا شهداء المقاومه اللبنانيه، شهداء القضيه الوطنيه، شهداء الجمهوريه اللبنانيه. انتو وجدان لبنان وكل حبة تراب من 10,452 كيلومتر مربع، كل حبة تراب من الأشرفية عين رماني عنطورة، كل حبة تراب من عكار وقنات وشكة دير الأحمر والقاع والقاع والبقاع الشرقي والغربي لعيون السمان لصنين لزحلة لجنوب للعاصمة بيروت لساحة الشهداء، ساحة الشهداء يلي ما رح نتركها، ساحة الحرية ما رح نتركها ولا بيوم من الأيام. ساحة الشهداء، ساحة الحرية اللي ما رح نتركها ولا بأي يوم من الأيام. شهدائنا الأبرار، لو ما اخترتوا تلبوا النداء اليوم كنتوا بيناتنا معنا قاعدين مثل كل واحد منا، شباب لامعين باعمالهم بحياتهم الشخصيه بوظائفهم، عايشين حياه هنيه مع عيالهم واولادهم واحفادهم، بيشاركوا الاحبه افراحهم اتراحهم. لو ما حملتوا اوسمه الشهاده كنتوا اليوم من اصحاب النجاحات وحمله الشهادات يلي بيتوصل يتحد بقضيته لحد الاستشهاد، ما رح تمنعوا اي صحوبات من تحقيق ذاته بحياته الشخصيه. كان يمكن كل واحد منكم اليوم يكون شخص اخر بمكان اخر زمان اخر، بس تاكدوا تمام انه لبنان اللي بتعرفوه اليوم ما كان رح يكون هاللبنان، كان رح يكون وطن اخر لشعب اخر بزمان اخر. كنا نحن رح نكون لاجئين طيشرين ضايعين مشتتين بأصقاع الدنيا الأربعة. كل شهيد سقط على أرض لبنان حول هالوطن لوطن للإنسان بهالشرق اللي بعده بعيد عن الإنسانية. كل نقطة دم بزلتوها تحولت حربة ضد الشر والظلم والظلمية. معكم شهدائنا صرنا قوات، قوات بتنرفع على الرايات وبينضرب لها بساحات المواجهة ألف حساب وحساب. انتو جنود، انتو جنود بس مش مجهولين لأنكم بوجداننا راسخين. تأكدوا تمام انه وجوهكم ما بتغيب عن بالنا، بتضل عنا قدامنا بتضوي أيامنا وليالينا. حضرتكم بتلتقي الأرض بالسماء وبتحضر أرواح أسلافنا الكبار. أي رهبة بتضاهي هالرهبة اللي عم تظللنا بهالاحتفال وبكل احتفال بذكراكم. شهدائنا الأبرار، يوم اللي جربوا يخضعونا بسلاح المحتل قلتوا وقلنا معكم لا أهلا ولا سهلا بالمحتل قريب كان أم غريب. يوم اللي خيرونا بين الوزارة والنظارة كان خيارنا، وزارة في الذل لا نرضى بها، نظارة في العز أفخر وانزل. نظارة في الذل أفخر منزلي، وتحولت السلاسل بين إيدينا مسابح صلاة، تشفعت بلبنان من نير الاحتلال، وتحولت قضبان السجون مشاعل أشعلت ثورة الحرية بلبنان. نحن أولاد هالمدرسة بالتحديد مبارح اليوم وبكرة وإلى أبد الآبدين. هلأ تبدلت موازين القوى بالمنطقة أو ما تبدلت، تغيرت الخرائط والتوازنات أو ما تغيرت، إيماننا هو هو وثوابتنا هي هي.
الأرض ممكن تهتز من تحتنا بس ما رح توقع أبدا. المصدر يلي منه منستمد صلابة صمودنا، مشروعية وجودنا، هو قوة الحق والروح، لا قوة محور من هون ولا توازنات سياسية من هونيك. أما أنتم يا أعداء لبنان فمهما كانت وجوهكم، هوياتكم وأسمائكم، حدقوا جيدا في لائحة شهدائنا ولا تجربونا مرة أخرى. ما تجربونا مرة تانية، لأنه مثل أول مرة رح تلاقونا جاهزين، وكل ما دق الخطر رح تلاقونا جاهزين. بالفعل جاهزين، بالفعل كل ما دق الخطر جاهزين. امبارح ما لحق دق الخطر على ابواب القاع، هبت الضيعه بكاملها وتصدت له وبلحظه قضيت عليه. نحن مش حكي، بلحظه قضيت عليه. صحيح كان ثمن غالي، كثير غالي. ماجد وهبي، جوزيف ليوس، جورج فارس، فيصل عاد، بولس الاحمر، بس هالثمن الغالي خلص القاع وخلص البقع وحمي لبنان. بالفعل عندنا بلبنان ما بينعسوا الحراس. انتحاري واحد بدول كبيره بالعالم عندها كل الامكانيات وكل التقنيات بينجح يخرب كثير ويروح قتلة كتار. عنا بالقاعة 8 انتحاريين دفعة واحدة على ضيعة صغيرة على الحدود بإمكانيات متواضعة تماما ما قدروا يقدموا فشخة. هيدا كله لأنه عنا بلبنان ما بينعسوا الحراس. ما بينعسوا الحراس ولا رح ينعسوا الحراس. كل ما دق الخطر على البواب كلنا فدا لبنان قوات. لا طول بالك، طول بالك. كل ما دق الخطر قوات، بس مش قوات بقضايا السيادة والحرية والاستقلال، قوات بكل شيء له علاقة بلبنان. بكل بساطة ووضوح، بكل صراحة، اليوم الصورة سوداء. سنتين ونص من دون رئيس جمهورية، حكومة تناقضات شبه مشلولة، مجلس نيابي معطل بحكم التعطيل الرئاسي والوزاري، حياة سياسية معدومة، سلسلة أزمات ما بتنتهي، من أزمة النفايات لأزمة الاتصالات وما بينهما، من وضع اقتصادي معيشي صعب كتير بكل ما بيستتبعه من تعقيدات على مستوى الحياة اليومية. مواطن صابر صامد محروم من أبسط حقوقه، محروم من حياة كريمة، محروم من أكل، من لبس، من بيت، من تخت بالمستشفى إذا مرض. الشباب الناجح ما بيلاقي له محل ولا بيلاقي بيئة مليمة تيظهر طاقاته ومواهبه، بيضطر يهاجر تينبش على فرصة عمل وعلى أرض أحلام تانية. الفقر عم بيزيد ويتوسع، الاقتصاد عم بيعاني يوم بعد يوم، عم بيحاول يقاوم بس لأيمتى؟ مؤسسات والشركات عم ترزح تحت مشاكل وضغوط عم تجبرها تعتمد استراتيجية صمود مثل كأنها باقتصاد حرب. ساعة بتفلل الموظفين، ساعة بتوطي المعاشات، وبعض الأوقات عم بتسكر بالمرة. بالإضافة لهودي كلهم، أزمة نزوح سوري صارت عبء ثقيل على الدولة وعلى مواردها وعلى بنيها التحتية. الأسوأ من هيدا كله أنه ما حدا شايف شيء بالأفق، وكأنه نحن بجورة ما بقى في طلعة منها. كتار منا بحالة قرف، كتار تانيين بحالة يأس، كتار تالتين بحالة ضياع، مش عارفين شو بدهم يعملوا. أنا بدي عجل وقف هون تقول توصيف الواقع مثل ما أكترية الناس شايفينه مزبوط، والصعوبات اللي عم نواجهها حقيقية، والأفق مزبوط شبه مقفل. النقطة الوحيدة يلي مش مزبوطة بكل هالصورة هي إنه هالسواد لازم يدفعنا نضاعف جهودنا أكثر وأكثر تنجرب نطلع من الجورة، مش بالعكس نستسلم ونغرق أكثر. هذا كله لازم يدفعنا نوعى أكثر وننشط أكثر تنخلق الحلول خلقة ولو من تحت سابع أرض.
هذا كله لازم يخلينا مثل خليط النحل، ما نهدى لا ليل ولا نهار، عم نحاول ننبش على حلول لازماتنا الكتيره والمتفاهمه. مش البطوله انك تهتم ببيك وامك وقت اللي بيكونوا بصحتهم. بطوله انك تهتم فيهم بس يبطلوا بصحتهم ويصيروا بحاجه لاهتمامك. وكل ما ساءت حالتهم كل ما لازم تزيد جهودك كرمالهم مش العكس. وطننا وبلادنا هن امنا وبينا. انا اليوم قدام الموجودين معنا ويلي منهم موجودين وعم نحيي ذكراهم، انا اليوم بنادي كل مواطن لبناني يتشبس باهله ببيته بارضه بوطنه اكثر من اي وقت مضى، لانهم هن هلا بامس الحاجه له اكثر من اي وقت مضى. انا اليوم بدعي المواطنين اللبنانيين وبالرغم من كل الامهم وجروحهم واوجاعهم انهم يصمدوا اكثر، لانه هلا نحن بحاجه للصمود. وبقول لهم ما يفقدوا املهم ولا لحظه بالرغم من كل اللي عم بيعيشوه، يتذكروا كل اللي مرقنا فيه بالسابق كيف عدنا وطلعنا منه. بالمقابل باكد لكم انه ما رح نوفر جهد ورح نضحي بالغالي والرخيص مثل ما عملنا لحد هلا، وما رح نترك شيء بينعمل الا ما نعمله تنحاول نطلع من الواقع اللي نحن فيه لواقع افضل، ورح نطلع اذا الله راد. كل ما كثرت الصعوبات كل ما لازم نتمسك اكثر واكثر. هيك كنا وهيك رح نضل، بنهاية المطاف بتزول الصعوبات وبنبقى نحن وبيبقى لبنان. الخطوة الفعلية الأولى المطلوبة لنطلع من أزمتنا الحالية هي لا طاولة حوار جربناها مرارا وتكرارا ولا سلمة كاملة جربنا كتير بالسابق نبحث عنها وما لقيناها، ولا انتخابات نيابية. إذا وصلنا على الانتخابات النيابية وبعد ما عنا رئيس، رغم أنه نحن انتبهوا مع إجراء الانتخابات النيابية شو ما كان يكون وكليا ضد أي تمديد، بس إذا وصلنا على الانتخابات النيابية وبعد ما في رئيس رح نكون عم نعمل خطوتين لورا بدل ما نكون عم نعمل خطوة لقدام، لأنه انتخابات نيابية من دون رئيس يعني فراغ حكومي رح ينزاد على الفراغ الرئاسي، شيء رح يعقد الأزمة أكثر وأكثر. بعد الخطوة الفعلية المطلوبة هي انتخاب رئيس للجمهورية. هلا فينا على هالصعيد نضل نعمل شعر مثل ما صار لنا من سنتين ونص لهلا عم نعمل، بس ما عم نوصل لأي رئيس ولا رح نوصل لأي نتيجة. انطلاقا من التعطيل المفروض على انتخابات الرئاسة من برا ومن جوا للأسباب المعلنة وللأسباب غير المعلنة وبطليعتها عدم رغبة البعض بقيام جمهورية فعلية بلبنان، انطلاقا من معادله حاطينا براسه انه جمهوريه قويه يعني حزب ضعيف، جمهوريه ضعيفه يعني حزب قوي. انطلاقا من هالمعادله، انطلاقا من كل هالمعطيات، ما بيبقى قدامنا عمليا الا حل واحد للوصول لانتخابات رئاسيه، هو دعم ترشيح لعماد عون للرئاسه. كمان بكل صراحه ورا سكوت كمان بكل صراحة يمكن البعض عنده تساؤلات حول برنامج لعماد عون أو تحالفاته أو أدائه، بس بالمقابل خلي هالبعض يعطينا بدايل قابلة للصرف، بدايل نظرية وبدايل بالمطلق في كتير، بس مثل ما صار واضح هلا من سنتين ونص وبالرغم من كل المحاولات المتكررة بالاتجاه المختلفة أكيد ولا واحد من هالبدايل نجح. نحن من جهتنا وبكل صراحة منلاقي الحل بالوقت الحاضر بوصول عماد عون لرئاسة الجمهورية وحليفنا سعد الحريري لرئاسة الحكومة. أما الاعتراضات أو التساؤلات يلي بيطرحها البعض على وصول هالنوعية من القيادات على المواقع الدستورية الأولى فهي مش بمحلها ولا بتخدم المصلحة الوطنية بشيء. بنهاية المطاف عندنا دستور علينا كلنا نلتزم فيه، هو اللي بيوزع المسؤوليات على المواقع الدستورية بالبلد. فيا أيها الخائفون، الدستور لنا جميعا، الدستور معنا جميعا، فلا مبرر للخوف. بدي بالمناسبة أذكر الجميع أنه صحيح الشراكة من دون سيادة ما إلها معنى، بس كمان السيادة بدون شراكة لا إلها معنى ولا فيها تستمر. الوضع اللي تركه عهد الوصاية بلبنان صار لازم ينتهي. لهالاسباب كلها بدعي كل الكتل النيابيه وبطليعتها الكتل الحليفه للعماد عون
بدعيها تدعم ترشيحه بالفعل مش بس بالحكي، بعيدا عن كل مناورات وألعيب، بعيدا عن كل حساسيات أو حسابات ضيقة أو واسعة، لأنه بالفعل هذا الطريق الوحيد اللي ممكن يوصلنا لانتخابات رئاسة الجمهورية، هي خشبة الخلاص الوحيدة متبقية لألنا، لأنه بدنا نضل متذكرين أنه ما في جمهورية إذا ما في رئاسة جمهورية. بكافة الأحوال بانتخابات رئاسية أو بدونها واصلين على انتخابات نيابية. من هلأ بقول انتخابات نيابية من دون قانون جديد منكون عمليا ما عملنا شيء، منكون بالظاهر وكأنه عملنا انتخابات نيابية بس بالفعل منكون عم نمدد للمجلس النيابي الحالي بكل علله تمثيلية وغير التمثيلية. كل البلد صار بده وبحاجة لقانون انتخاب جديد، ما بقى معنا وقت كتير للوصول لقانون جديد بالكاد قبل آخر السنة. أما كيف بدنا نوصل للقانون الجديد فالمسألة هينة إذا صفيت النيات. بس شو إذا صفيت النيات؟ يا أما الحوارات الثنائية اللي عم بتصير بتودي لقانون جديد، يا أما بدورة مجلس النواب العادية بالخريف بعد شهرين بتنطرح كل اقتراحات ومشاريع القوانين أو يلي اختارتها اللجان المشتركة على الهيئة العامة بالمجلس النيابي، والهيئة العامة بتختار بالتصويت تفاصيل القانون الجديد. التزاكي والتأجيل والتسويف بموضوع قانون الانتخاب ما عادوا يفيدوا وممكن كتير ينقلبوا أصحابهم. نحن من جهتنا ولا بأي حال من الأحوال رح نتراجع عن مطلبنا، مطلب أكترية كبيرة من الشعب اللبناني بقانون جديد شو ما كان الثمن ومهما طال الزمن. رح أفترض هلأ يجبر بخاطرك، رح أفترض هلأ أنه صارت الانتخابات الرئاسية ومن بعد الانتخابات النيابية بقانون انتخاب جديد. برضو ما بتكون القصة انتهت هون، بتكون بلشت هون، لأنه الدولة بالعقود الأخيرة انضربت بعطب استراتيجي كبير كرسحة تقريبا، وخليها تكون أقرب لدولة صورية منها لدولة فعلية حقيقية. أنه شو الفايدة يكون عندنا رئيس جمهورية بس مش عم بيقدر يمارس صلاحياته؟ شو الفايدة يكون عندنا رئيس مجلس وزراء ومجلس وزراء بس صلاحياتهم الرئيسية مصادرة؟ وشو الفايدة يكون عندنا مجلس نواب صوته مخنوق تجنبا لمشكلة بالبلد؟ في اشياء بهالدنيا ما بتتحمل انصاف حلول ولا بتتحمل الاختزال. يا الدولة بتكون دولة او ما في نص دولة، ما في ربع دولة، بهالحالة بتتحول دولة لشيء تاني مختلف تماما، وهيدي بالفعل مصيبة لبنان الكبرى بالعقود الأخيرة. الدولة بلبنان بطلت دولة وتحولت لنوع من سلطة محلية. وقت الدولة ما بيعود القرار الاستراتيجي بإيدها كيف بدها تكون دولة؟ وقت الدولة ما بتعود قادرة تسيطر على سياستها الخارجية بتبطل دولة. وقت الدولة بتصير تطبق قوانينها بشكل استنسابي تسقط عناصفة الدولة. انه ليكوا معي، مواطن لبناني اذا قتل بسوريا مع النظام بيكون بطل عم بيحارب الارهاب، اما اذا قتل بسوريا ضد النظام بيكون مجرم بيستحق العقاب. اذا مواطن اهله مش هو اهله تعاطوا بالزمانات مكرهين مش بيطيبهم غصب عنهم بحكم الامر الواقع لاسباب معيشيه مباشره مع اطراف عدوه بينحط اسمه على لائحه الحمراء وما بيعود له حق يمشي على الطريق بلبنان. اما اذا مواطن تاني حمل 100 كيلو جرام متفجرات وجابهم مشان تفجرهم بلبنان باهداف واضحه جدا ومحدده لصالح المخابرات السوريه عشوائي رح يطلع براءة. طيب طيب كيف هيك دوله بدها تقوم؟ كيف اللبنانيين بده يضل عندهم ايمان بدولتهم ووطنهم؟ اول هدف لازم يكون عندنا قبل الانتخابات الرئاسيه وخلالها وبعدها وبكل الاوقات وبافضليه على كل بقيه الاهداف هو انه نخلص من هالعطب الاستراتيجي تترجع الدوله دوله وتيرجع لبنان وطن فعلي لكل اولاده وتيرجع دوله. حد هالعطب الاستراتيجي اللي حكينا عنه ابتلت الدولة اللبنانية خصوصا بالفترات الأخيرة بفساد ما بعده فساد، صار بيهدد بالقضاء عليها وعلينا.
ما بقى فيها الدولة تكفي هيك. الفساد عم بينخرها تقريبا بكل مفاصلها وعم بينخرنا معها. أجهزة الرقابية بالدولة إما غيبة تماما أو فاسدة تماما. قضاء بالفعل ما في باستثناء بعض القضاة. هلا بتزعل منا ست أليس، بس هي من بعد هالقضاة. بعض القضاة عم بيخبطوا لوحدهم قد ما فيهم. الدولة ما فيها ولا بأي شكل تكفي هيك. البعض بيسأل طيب بهالمعمعة كلها وين القوات من مسائل الفساد وليش هي ساكتة؟ بقول لهم دغري على السريع، إذا رأيت أنياب الليث باردة فلا تظنن أن الليث يبتسم. إذا القوات ساكتة مش معناتها ساكتة. القوات ساكتة هلا لأنها ما بتحب الحكي على الفاضي، ولا بتحب تبيع ناس حكي من دون نتيجة، ولا بتحب توزع شعارات وشعارات وشعارات شمال ويمين بدون قبل ما يكون صار فيها تغير شيء بالواقع القائم واللي الناس عم بيشكي منه. كلنا عارفين ومش خايفة على حدا مستوى وحجم الفساد الموجود بالأكترية الساحة من إدارات الدولة. مشان هيك حكي على حكي على حكي ما رح يفيد. بتذكر هون المثل الإنجليزي القديم يلي بيقول ما بعمرك تلكز حصان ميت تما أقول شيء تاني. اللي رح يفيد بالفعل، رح يفيد بالفعل هو الخطة الفعلية اللي عم نحضرها تأول ما الظروف تسمح ولو بالحد الأدنى، مثل مع تشكيل أول حكومة فعلية بعد الانتخابات الرئاسية نضعها موضع التنفيذ. وطبعا أول طلاع على هالخطة هو مشروع الحكومة الإلكترونية يلي صار جاهز أول ما بيفتح المجلس النيابي. حكي هلأ ما بيغير شيء لأنه الحصان الميت قد ما لكزته ما رح يتحرك. كفي كفي بشكل أو بآخر. آخر أمثلة قدامنا على هالحصان هي ملفات النفايات والاتصالات. بالرغم من كل الحكي وبالرغم من كل التصاريح وبالرغم من كل الضجه وبالرغم من كل المطالبات وبالرغم من كل الوثائق، بعدنا الحديث هلا من سنه لهلا من اشهر عديده لهلا ما حصلنا على قصقصه ورقه صغيره بوحده من هالملفات. القوات من الفرق القليله كثير كثير بالبلد يلي ما حدا من عندهم ملطخ باي ملف من ملفات الفساد المعروفه والغير معروفه. بيبقى انه ولا يوم من الايام كانت القوات للحكي، على طول كانت القوات للفعل بالفعل. مشان هيك انتظروا منا حرب بدون هوادي على كل شيء اسمه فساد بلبنان، واللي واجه عهد الوصاية بلبنان بكل قساوته وشراسته ما راح تصعب عليه مواجهة الفساد بكل ازارته بالدولة بلبنان. وسط كل هالصورة السوداء، طول طول بالك طول بالك، بالأخص بالأخص هلا هلا طول بالك هلا هلا خصوصي طول بالك. وسط كل هالصورة السوداء برزت بالفترة الأخيرة نقطة واحدة مضيئة، مضيئة يعني أورانج، وهي نجاحنا مع التيار الوطني الحر بوضع حد لحق بسودة من تاريخ العلاقة بين الحزبين، لبل حق ببشعة كتير من تاريخ لبنان ككل. الحرب اللبنانية انتهت إلى غير رجعة. بلشت المصالحات بمصالحة الجبل. تحية كتير كبيرة للباتراك سفير ولولي جملاط. بعدين كفت المصالحات بالمصالحة الكبيرة ب 14 أذار. تحية كبيرة لروح رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز. وهلأ استكملت المصالحات بمصالحة القوات والتيار. هالتطور الأخير ما رح تنحصر إيجابياته بالقوات والتيار، بس رح تطال الحياة السياسية بلبنان ككل. حق البعض يفكر إنه هيدا مجرد اتفاق مصالحة وبس. بالحقيقة حد المصالحة وضع هالاتفاق أول مداميك لاتفاق سياسي أشمل بينت معالمه بشكل واضح من خلال النقاط العشر يلي على أساسها تبنت القوات ترشيح العماد عون. حق البعض الثاني يفكر أنه هذا اتفاق له علاقة بس برئاسة الجمهورية. بالحقيقة لا، هالاتفاق بلش بموضوع رئاسة الجمهورية بس رح يروح أبعد وأعمى أشمل من الرئاسة. حق البعض الثالث يفكر أنه هالاتفاق هو على حساب حدا أو لإلغاء حدا
بس أقصى تمنياتنا أنه نتفاهم نحن وكل الباقيين انطلاقا من هالاتفاق. بالمناسبة بوجه نداء لكل الباقيين وبطليعتهم أصدقائنا بحزب الكتائب تنبلش خطوات فعلية عصاية. هالاتفاق ما صار تنجمع بميل ونشرزم بميل تاني، هالاتفاق صار تنجمع بكل الميلات وين ما كان، لأنه سوا منكون أقوى بكتير ولبنان بيكون أقوى. حقه البعض يفكر أنه هالاتفاق صار على حساب تحالفنا مع تيار المستقبل، بس بالواقع إجا هالاتفاق تيكمل تحالفنا مع تيار المستقبل، لأنه منطلقاته السياسية اللي جسدت بالنقاط العشر هي مشتركة تماما بيننا وبين تيار المستقبل. بكافة الأحوال ما جمعته ثورة الأرز لن يفرقه إنسان، وما جمعته الشهادة خصوصا شهادة بشير جميل ورفيق الحريري لن يفرقه إنسان أيضا. كلمة صغيرة بعد بهالإطار، على أثر التفاهم القوات العوني جرب البعض يشكك بصوابية تصرف القوات ومدى ملائمته لثوابت 14 أذار. هون بدكم تسمحوا لي وعن جد بكتير تواضع بس بذات الوقت بكتير موضوعية وروح علمية، وطبعا لكل يلي شفتوه وشافوه كل العالم وشفناه من 40 سنة لهلا، بدكم تسمحوا لي أقول على طول مطرح ما كانت القوات كانت روح 14 أذار. وصل هلا للوضع العام بالمنطقة. طبعا لبنان منه جزيرة معزولة بالمكان والزمان، بس بيتأثر بالأحداث اللي بتصير حوله. بدي أفتح هلالين قبل ما كفي تقول إنه للأسف بالمرحلة الحالية ما بيقت الأمور بلبنان عند التأثر العادي، بس تخطتها لمفاعيل كتير سلبية نتيجة إصرار حزب الله عن انغماس حتى الموت بأزمات المنطقة، شيء اللي أثر على المصلحة اللبنانية العليا بشكل سلبي، وما كانت أقل مظاهره الإجراءات الخليجية والعربية والغربية ضد مصالح لبنان. كل هالانغماس بأزمات المنطقة صاير من خارج الدولة ومن دون رضا ولا موافقة ولا رأي اللبنانيين، لبل كله صاير بعكس رأي الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. برجع على الوضع العام بالمنطقة، أكثر شعار مبين اليوم بذكرني تمام بشعار يلي أكثر شيء نعرف سنة الستين والسبعين، فليسقط واحد من فوق. أكثر شعار بعرفه محاربة الفساد ونقطع السطر، وكأنه محاربة الإرهاب، محاربة الإرهاب ونقطع السطر، وكأنه أزمات المنطقة كلها سببها بالأساس الإرهاب. طبعا لازم كلنا نحارب الإرهاب من دون هوادي، بس حرام حدا منا يعمل محاربة الإرهاب تنفذ أجندة تانية ما لها علاقة بالإرهاب، أو حتى ببعض الأوقات بتخدم وجود الإرهاب على المدى المتوسط والبعيد. أفضل كلمات لبشير جميل، للمفتي حسن خالد، لرنيه معوض، وصولا لرفيق الحريري. وكل شهداء ثورة الأرز وآلاف وآلاف من اللبنانيين الأحرار غيرهم. كيف فينا ننسى المحاولة الإجرامية مع ميشيل سماحة يلي لو ما اكتشف خبرات بيعتبر حليفه شو ما عمل قديس، حتى لو فجر مسجدين بمصلين أبرياء. حتى لو استعمل أسلحة كيميائية ضد بشر.
مدنيين عزل وقتل الالاف بلحظه واحده. بينما خصمهم ولو كان خيره الاوادم بتحكم مين بيكون ارهابي اكثر من مين. وبرضه بنظر البعض بلبنان وبالمنطقه عنزي ولو طارق. انا بس بدي استعرض قدامكم اربع اسماء من سوريا تنشوف اذا بعد في ارهاب اكثر من هالارهاب. حمزه الخطيب، ايلان الكردي، عمران الحلبي، حمزة تدمري. هودي كلهم أولاد. الكبير فيهم اتخطى عمره 13 سنة. واحد منهم مات تحت التعذيب، والتاني ابتلعوا البحر، والتالت كان مات تحت القصف، والرابع انضرب بالنبال. وبعد في ناس بدهم يقنعونا انه موجودين بسوريا عم بيحاربوا الإرهاب. ما في شك انه المجموعات الارهابية بسوريا وبالعراق مصيبة كبيرة. بس ما في شك لحظة انه الافرازات من افرازات الازمة، مش هن الازمة. الازمات بسوريا وبالعراق بالاساس ازمات سياسية بامتياز. تحولت تباعا لصراع اهلي، عمل كتير افرازات، وحدة منهم المجموعات الارهابية. هلا التحالف الدولي على قاب قوسين. هلا بعرف انه ما همك كتير التحالف الدولي، بس معلش كمان بدنا نهتم بالتحالف الدولي شوي، لو منك كتير حب ورا. تحالف الدولي على قاب قوسين من انه يقضي على داعش بالعراق وسوريا. بس هل هالشيء بيعني انه انتهت الازمه بالعراق وسوريا؟ اكيد لا. لانه تنتذكر كلنا بس بلشت الازمه بهالدولتين لا كان في داعش ولا من يدعشون. بالمنطقه على قد ما في حاجه لمحاربه الارهاب، في حاجه كمان لنظره ثاقبه للامور، بتأدي بالفعل للقضاء على الارهاب مره لكل المرات من خلال حل الازمات السياسيه وازمات الحكم اللي عم تتخبط فيها الدول. طالما المعالجات سطحيه، طالما النتائج سطحيه. سنه 2008 فكر العالم كله انه انتهى من الارهاب مع القضاء على تنظيم القاعده بالعراق، بس رجع تبين انه تنظيم ثاني اشد فتكا من القاعده ظهر على الساحه، لانه تم القضاء على القاعده بدون حل الازمه السياسيه اللي استحكمت بالعراق. هلا كمان نفس الشيء. انا بدعي الدول المنطقه والقوى الاقليميه والدوليه انما ترتكب نفس الغلطه اللي ارتكبتها من قبل بالعراق، بالعكس تشتغل على حل حقيقي، مش بس حل عسكري سطحي لبعض المجموعات الارهابيه. تشتغل على حل حقيقي عسكري من جهه، بس سياسي بالجوهر وبالدرجه الاولى، بيوصل كل شعوب المنطقه لحقوقها تنوصل بالفعل لاوضاع سويه عادله مستقره، ما تعود تسمح بظهور مجموعات ارهابيه مثل ما شفنا مع داعش واخواتها بسوريا والعراق بالسنوات الاخيره. خلينا على طول نضل متذكرين انه بالمنطقه مثل ما بالعالم انسان واحد، قضيه واحده في كل زمان ومكان. اما اخيرا شهدائنا الابرار، يبقى الكلام كل الكلام لكم. إن رياح التغيير التي هبت على العالم العربي وأطاحت في رؤوسها في طريقها رؤوسا كبيرة ستهب على لبنان لتغير في الوضع القائم. إن من يحاول التحايل على الناس والتاريخ لتحنيط الزمن وتجميده في ثلاجة مصالحه الإيديولوجية أو الشخصية فيعتقل روح شعب طواق للتغيير، إنما هو يحفر حفرة عميقة سيقع فيها. إن شعبنا شبع مصادرة لقراره وتقزيما لدولته وخوضا لحروب الآخرين على حسابه. إن شعبنا شبع فسادا واهتراء وشللا وتقنينا وكسرات وتلوثا ونفايات وتدميرا للحياة البيئية وشللا للحياة الاقتصادية، ولن يقف مكتوف اليدين أمام هذا الواقع المزري طويلا. إني أرى بذور ثورة تتكون، ونحن في القوات أول من سيلاقيها، لأن القوات تحمل بحد ذاتها بذور ثورة دائمة. القوات تعرف أبناءها وأبناؤها يعرفونها، لأنها قبل كل شيء ثورة على الذات. إنها ثورة لتحرير الحياة السياسية من عنق زجاجة الارتهان والتخلف والتقليد والزبائنية والفساد. ثورة شبابها اليوم قادة اليوم، وأطفالها اليوم قادة الغد. شهدائنا الأبرار، نحن لا نصلي اليوم لأجلكم،
إنما نتضرع إليكم لكي تشفعوا لنا لدى الآب السماوي حتى يسدد خطانا باتجاه تحقيق وطن فعلي، وطن فعلي من دون فساد، وطن الحق والحرية والإنسان. شهداءنا أنتم للقضية رسلها الأمناء، وللإيمان جنوده الأوفياء، وللبنان قواته في السماء. ولا غروة إن قلنا أن شفاعتنا قد ازدادت أكثر في السماء بانضمام 5 شهداء جدد من القاع إلى قافلتكم، فلهم ألف تحية إكبار ووفاء. افرحوا وتهللوا أيها الشهداء، لأنه هلأ إجا دورك. لأنه عندما دعا داع في العام 1975 كنتم للمقاومة جاهزين، وعندما عاد ودعا داعش في العام 2016 هب أبطال مثلكم على خطاكم ولم يموتوا إلا واقفين. إن صراعنا على هذه الأرض منذ الأزل قد قدر له دائما أن يكون صراع النور مع الظلمة والتنور مع الظلمية، فكونوا دائما أبدا متأهبين، واعلموا أن الحق منتصر ولو بعد حين. هكذا نحن منذ مئات السنين، وهكذا سنبقى إلى أبد الآبدين. أمين. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت المقاومة اللبنانية. يحيى لبنان. والتطور.